يلا يا أحمد، رقم واحد. ماشي. ما هي سرعة تحول الطاقة عند قيادة الدراجة؟ صوت دراجة، الطاقة بتتحول من ايه لإيه؟ تحول الطاقة الكيميائية طاقة حركية. برافو، تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركة، لأن الدراجة أنت اللي بتحركها. طب وأنت الطاقة اللي في جسمك نوعها إيه؟ طاقة كيميائية، لأن أنا جايبة الطاقة بتاعتي من الغذاء، وإحنا متفقين البطاريات والوقود والغذاء التلاتة طاقة كيميائية، فأنت جسمك فيه طاقة كيميائية وبعد كده تتحول لطاقة حركة لأن أنت أكيد هتحرك العجلة. رقم اتنين يا روية. كميس، كل مما يلي يحدث أثناء صعود قطار الملاهي السريع إلى أعلى المنحدر ما عدا أنه يكون في حالة حركة يصل لأعلى مفاعل قوة الجاذبية تخزن طاقة وضع. يصعد لأعلى بفعل قوة دفع المحرك. بيقول لك كل ده صح ما عدا مين؟ حاجة واحدة، ايه هي بقى؟ مين في الأربعة دول غلط؟ ركزي يا السلام رب. عليكم. أعلى بارتفاع قوة الجاذبية. برافو عليكي، لأن قوة الجاذبية دي مش هترفع الجسم الأعلى، قوة الجاذبية دي قوة سحبه الأسفل، فالجملة دي غلط طبعا. رقم ثلاثة يا مريم. نعم مستر، يلا يا مريم. معنى يفقد قطار الملاهي طاقة حركته؟ اقرا الاختيارات. ما يتوقف عن الحركة؟ ايه؟ هل تتوقف عن الحركة؟ برافو. امتى بيفقد القطار طاقته الحركية؟ يعني ايه يفقد؟ يعني ما بيبقاش عنده طاقة حركة. ما هو طب هي من اسمها طاقة حركة، يعني بتبقى عند الجسم المتحرك. طب امتى يفقدها؟ يعني ما يبقاش في طاقة حركة، لما يبقى متوقف عن الحركة طبعا، اللي هي جيم. رقم أربعة. يلا يا عبد الرحمن. نعم، الطاقة المختلفة في الطعام هي طاقة كيميائية. ممتاز، الطعام طاقة كيميائية. يلا يوسف. بالشكل الطاقة المختلفة في الزنبرك المضغوط. الزنبرك المضغوط الزنبرك المضغوط طاقة يا يوسف اللي هو السوستة يعني. وضع المرونة. الطاقة اللي موجودة في الزنبرك المضغوط هي طبعا طاقة وضع المرونة. اللي بعده. يلا من الأول يا أحمد. ماشي. الشكل المقابل عند تحرر الزنبرك المضغوط يحدث تحول في الطاقة من طاقة الشكل المقابل عند تحرره. وضع الحركة. وضع الحركة برافو، انجي. طاقة وضع طاقة حركة اللي هي جيم. ممتاز. يلا اللي بعده. سبعة يا روية. أوكي ميس، عندما تقود دراجتك تتحول الطاقة الكيميائية المختزنة في الغذاء إلى طاقة حركية. برافو، إلى طاقة حركة. يلا تمانية مريم. نعم ميس، أي كرة تمتلك طاقة الحركة ولا تمتلك طاقة الرجل؟ كرة مطاطية في حالة الحركة.
بص بيقول ثانية، أي كرة تمتلك طاقة حركة ولا تمتلك طاقة وضع؟ كرة تتدحرج على سطح مائل، كرة موجودة على رف عالي، كرة مطاطية في حالة حركة، كرة تتدحرج على ممشى منبسط. الكرة المطاطية في حالة حركة. طب فكري تاني. كرة تتحرك على ماشى منبسط. لا بصي فكري وبعد كده اتكلمي، انت كده بتجربي اجابات يا مال. مثلا في البداية قلت كرة مطاطية في حالة حركة، طيب ماشي قولي لي ليه. طيب علشان هي مش في حركة في وضع دلوقتي، هي مش يعني في وضع بس فكري كده يا مريم، الكرة المطاطية لما بتيجي في حالة حركة هي لو تلاحظي كده بيقعد يطلع وينزل صح؟ طب ماشي، ما هو بيطلع ده كده بيبقى عنده طاقة وضع، وهي بتطلع لفوق، هو عايز واحدة هنا ملهاش طاقة وضع أصلا. كرة تتدرج على ممشى استني منبسط انت بتقولي ايه؟ تدحرج، بتتنطق تتدحرج تدحرج. تتدحرج هي هتختاري بقى، هي يا كورة يا إما بتتدحرج على سطح مائل يا إما ممشى منبسط. كرة تتحرك على ممشى تتدحرج منبسط تتدحرج على ممشى منبسط. منبسط. انت عارفة ليه ممشى منبسط؟ علشان معلش مستوي. ايوه اللي هو ممشى مستوي، يبقى دي اجابتك. طب قول لي رأيك كده يا احمد، ترفع ايدك من بدري. هتكون برضو نفسها، ايه هتكون برضو كرة تتحرك على ممشى منبسط. كرة تتدحرج على ممشى منبسط. برافو عليك. رقم 9، يلا يا عبد الرحمن. نعم، رقم 9 9. ماذا يحدث لطاقة حاجة عندما تفصل بيده؟ تتحول إلى بصوتك، طاقة ضوئية وحرارية. هتتحول لطاقة صوتية وحرارية. برافو ضوئية وحرارية. برافو. يلا 10 يا يوسف. عندما ترمي الكرة في الهواء تسقط وترتد مرة أخرى للهواء، ماذا يحدث لطاقتها؟ مش شايف الاختيارات يمس. تظل الطاقة بأكملها بلا تغيير. هو مش انت معاك الكتاب الأضواء يا يوسف؟ لا مش مكتب الغضوض. طيب تنشأ كمية زائدة من الطاقة عند ارتداد الكرة، تفني بعض الطاقة عند ارتداد، تحول بعض الطاقة لصور أخرى عندما تكون الكرة في الهواء تسقط وترتد منها. تتحول بعض الطاقة إلى صورة أخرى. انا بقول لك لما ترمي كورة في الهواء بتسقط وبترتد مرة اخرى للهواء، ماذا يحدث لطاقتي؟ هتظل الطاقة بأكملها بلا تغير، تنشأ كمية زائدة من الطاقة، تفنى بعض الطاقة، تتحول بعض الطاقة لصور اخرى. انت بتقول ايه بقى؟ انا بقول لا، ده ده الإجابة صح. برافو. لان احنا قلنا امبارح ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من صورة لصورة أخرى. يلا معانا وصل. يلا يلا يا أحمد. أحمد ماشي. يلا حل اللي هي الصفحة الثانية صح؟ يا حبيبي ابدأ بوصل البنزين. البنزين مصدر الطاقة في السيارة. برافو.
البنزين هو مصدر الطاقة في السيارة. يلا اكتبوا هنا كده 1. يلا 2 يا راوية. الكيميس الطاقة قدرة على بذل الشغل. هي القدرة على بذل شغل. برافو. 3. مريم. مريم مريم انت موجودة؟ بس طاقة الوضع هي طاقة مختزنة في تفاحة أعلى شجرة. برافو. رقم 3 يا عبد الرحمن. طاقة الوضع. لا، مصباح الكهربي رقم 4. مصباح الكهربي صح وغلط. المصباح الكهربي يا عبد الرحمن. مصباح الكهربي طاقة مختزنة. لا، في رقم 4. رقم 4 يتحول طاقة كهربية إلى طاقة ضوئية. برافو. والضوئية دي ممكن يكون معها حرارية، ما ننساهاش. يلا صح وغلط. يلا يوسف. تمتلك الأجسام الساكنة طاقة حركة أكبر من الأجسام المتحركة. تمتلك الأجسام الساكنة طاقة حركة أكبر من الأجسام المتحركة. المفروض غلط. غلط طبعا. طب صحح يا يوسف. تمتلك الأجسام الساكنة طاقة سكون. المفروض سكون أكبر من الأجسام المتحركة. اللي يعني ايه؟ يعني المفروض تقول ايه؟ تمتلك الأجسام الساكنة طاقة. لا، هي مش بتمتلك طاقة الساكنة. تمام. الأجسام الساكنة ما عندهاش طاقة حركة أصلا. أو ممكن نقول العكس، نقول إن الأجسام المتحركة هي اللي عندها طاقة حركة أكبر من الأجسام الساكنة. نعكس. رقم 2 يلا يا أحمد. ماشي يا أمي. صح. ايه غلط أصلا. عنده قطار الملاهي السريع هبوطه يعني من فوق لأسفل، فإن طاقة حركته بتقل. طبعا غلط. المفروض هو نازل من فوق لتحت، طاقة الحركة بتزيد. رقم 3 راوية. كيمي عندي تشغيل دفاء المدفأة الكهربية. الدفاء الكهربائي تنتج طاقة حرارية. صح. يلا رقم 4 مريم. نعم، مش تعتبر الطاقة الصوتية صورة من صور الطاقة الوضع؟ لا. برافو. طب صححي. طاقة حركة. المفروض الصوتية من طاقة حركة، أو ممكن تشيلي الطاقة الصوتية خالص مثلا وتقولي طاقة كيميائية. برافو يا مريم. يلا آخر سؤال عبد الرحمن. نعم، عند احتكاكات هي جاي تتحول طاقة حرارية إلى طاقة حركة. غلط. المفروض إيه طيب؟ غلط. أيوة صح. غلط. غلط يا ميس. ايه يا عبد الرحمن؟ هي غلط. غلط. ماشي حبيبي، انت غلط فعلا. هي الإجابة غلط، بس بقول لك صحح. يعني المفروض تكون ايه الصح؟ طاقة. انت قافل المايك. هو السؤال قال لك ان انت لما بتحكي بتعمل احتكاك للايدين هتتحول الطاقة الحرارية لحركة. انت قلت لي غلط. طب انت بقى الغلط اللي طلع ده صححه. ماشي يا ميس.
طاقة وضع. لا مش وضع، وضع. لا لا لما بتعمل احتكاك بالإيديك يا عبد الرحمن، الطاقة بتتحول من ايه لايه؟ وضع الجاذبية. وضع الجاذبية. ليه؟ هو انت ايديك على تلج؟ لا خلاص يا عبد الرحمن، السؤال اتسحب منك. اسأل يا يوسف. هي ممكن تبقى طاقة احتكاك يا طاقة حركة بس. لا، الطاقة بتتحول، لا مش هتكون عند احتكاك تتحول الطاقة حركة إلى طاقة حرارية. أيوة صح يا أحمد، المفروض العكس، إن الاحتكاك بيحول الطاقة من حركة إلى حرارية مش العكس. هو أنت دلوقتي لما أنت بتيجي تحتك إيديك، أنت اللي بتدي إيديك حرارة فهي تحركها لك؟ لأ طبعا، أنا بحرك إيدي فهي بتبقى فيها حرارة، يبقى الترتيب هو اللي مختلف، المفروض طاقة الحركة هي اللي تتحول لحرارية. يلا بعد الجبل اهي. هنختار كده كل كلمة في الأكمل اللي موجود معي. يلا رقم واحد يا روية. مش مفروض يوسف يا ميس؟ يوسف بعد كده أحمد بعد كده. يلا يا روي رقم واحد. اوكي بس اوكي. سمع صوت كلب ينبح على القطة، تمثل طاقة طاقة صوتية. برافو، صوت كلب يبقى طاقة صوتية. رقم اتنين. يلا يا مريم. انا يمس. تمام. عندما تتدحرج الكرة من أعلى منحدر فإن طاقة نقط تتحول إلى حركة، طاقة وضع جاذبية. برافو، لما الكرة تتدحرج من أعلى هيبقى طاقة وضع الجاذبية بتتحول لحركة. رقم ثلاثة. يلا عبد الرحمن ثلاثة. ثلاثة. أنت تصغير التلفزيون فإنك تستخدم طاقة كهربائية. برافو، لما بنشغل التلفزيون بناخد طاقة كهربائية. رقم أربعة. يلا يا يوسف. عندما تمشي فتاة بحذاء تزلج على الممشى، هو اللي بيبقى فيه عجل ده عشان التزلج. الطاقة تتحرك لما فتاة تمشي بحذاء على ممشى، ده أكيد طاقة حركة. رقم خمسة. أكيد محمد. أيوة يوسف، محمد إمام المايكول. نعم يا ميس. يلا افتح الكاميرا، افتح الكاميرا وحل رقم خمسة. يلا ماشي، بس لا صحفة. رقم خمسة. حاضر يا ميس. عندما تلمس يا طب دي صفحة كام؟ 185. يلا محمد رقم حرارية. حرارية. عندما تلمس كوب الشاي طبعا ده طاقة حرارية. برافو عليك. يلا رقم ستة أحمد. ماشي أحمد. عندما يستخدم الجسم سكر جلوكوز الدم، يعني سكر موجود في الدم.
للحصول على الطاقة، فإنه يستخدم الطاقة. ركز. كيميائية. برافو، ممتاز يا أحمد، ممتاز، برافو عليك. زي ما زميلكو قال وجاوب صح، لما جسمك يستخدم سكر الجلوكوز اللي في الدم. الدم بتاعنا يا حبايبي، انت عرفت لما كنا بناخد الجهاز الهضمي ان جسمنا بياخد منه المواد الغذائية، صح كده؟ طيب من ضمن المواد الغذائية اللي بياخدها جسمنا كده في عملية الهضم هو حاجة اسمها سكر الجلوكوز، نوع من أنواع السكريات. فسكر الجلوكوز ده طبعا زي ما انت عارف ان الدم هو اللي بيجي ينقله. طب لما انا جسمي ياخد من الدم السكر ده، يبقى هو ده الغذاء بتاعك؟ اه هو الغذاء بتاعك، سكر الجلوكوز ده غذائنا. فدلوقتي احنا اتفقنا ان اي حاجة من البطاريات، الغذاء، الوقود، التلاتة دول طاقة كيميائية. يبقى لما جسمك ياخد سكر الجلوكوز هو كده استخدم طاقة كيميائية. رقم 7، يلا يا راوية. اوكي ميس، عند رؤية الضوء المتجه نحوك، يعني في ضوء جاي ناحيتك، فإن ذلك يتمثل طاقة ضوئية. برافو، طاقة ضوئية. 8 يا مريم. نعم يا مس، البنزين الموجود داخل محرك السيارة يحتوي على طاقة كيميائية؟ برافو، البنزين اللي موجود جوه السيارة فعلا طاقة كيميائية. نسائلين، غذاء، وقود، بطاريات، طاقة كيميائية، وطبعا البنزين وقود. 9 يا يوسف. عندما يستخدم مصباح كهربائي فإنه يستخدم طاقة. مش المفروض ضوئية وحرارية؟ ده بص، هو انت عند استخدام مصباح كهربي فإنه يستخدم، المصباح الكهربي نفسه بيستخدم طاقة ايه؟ ضوء. أيوة ضوء، ضوئية. لا انا مش بقولك هو بيديك ايه، المصباح بيستخدم ايه تمام، حرارية. حبيبي؟ زين. يستخدم دي يعني هو هياخد طاقة ايه عشان يشتغل. كيميائية. هو المصباح الكهربي بينور عن طريق ايه؟ الضوء. لا هو بيديك ضوء، انما هو اشتغل ازاي؟ محرك. احنا بنشغل. طب وانت هو بيشتغل بايه؟ مالك مخك سرح كده ليه؟ المصباح مش عارف هو قصده ايه اساس. ماشي، اما اتناقش معايا انا. طيب دلوقتي انت بتشغل اللمبة في البيت بايه؟ برضه الجاذبية. لا حبيبي، انت ليه مخك بيروح بعيد كده؟ انت دلوقتي في البيت عايز تشغل اللمبة، اللمبة اللي في البيت بتشتغل بإيه؟ تمام، فانا استخدم طاقة كهربائية. برافو، يبقى المصباح في البيت بيشتغل بالطاقة الكهربية. عشان لحظة خالص، فدلوقتي لما يسألك هو المصباح بيستخدم طاقة إيه؟ يبقى طاقة كهربية. إيه اللي صعب في كده يا يوسف؟ هو ملخبط بس، يعني ماشي المفروض ضوئية وحرارية. بس هو ما قالكش الطاقة المنتجة منه، هو قالك الطاقة المستخدمة اللي بيستخدمها. تمام. يلا المصطلح العلمي، يلا رقم 1، يلا يا محمد. قدرته على بذل الشغل. القدرة على بذل شغل. ايه هو القدرة على بذل شغل يا محمد؟ ايه طاقة ايه؟
ايه هي الطاقة، القدرة على بذل الشغل، انت تعرف ايه؟ طب يعني انا هقول ايه يا ميس؟ انا مش فاهم. هو تعريف ايه اللي عبارة عن القدرة على بذل شغل، ده تعريف مين؟ تعريف جسم. لا ده تعريف الطاقة، طاقة. ده تعريف الطاقة. كملوا رقم 2. يلا يا أحمد. ماشي يا مستر. الطاقة المختزنة داخل الجسم طاقة وضع. طاقة وضع من أنهي نوع؟ الطاقة المختزنة طاقة وضع الجاذبية؟ لأ. جسمك أنت طاقة إيه؟ إيه؟ اللي داخل جسمك أنت مش جاذبية طبعا. داخل جسمي كيميائية. أيوة برافو، كيميائية. الطاقة اللي متخزنة جوه الجسم بتاعنا طاقة كيميائية، لأن أنا مخزنة غذاء. يلا رقم 3. يلا يا راوية. حاضر يا ميس، كنت بكتب حاجة. الطاقة التي يمتلكها الجسم تسبب حركته، أو الغذاء صح؟ الطاقة اللي بيمتلكها جسم بسبب حركته. لا دي طاقة، يعني ايه شكل الطاقة اللي بتبقى عند الجسم عشان هو اتحرك؟ طاقة كيميائية؟ لا هو مالكيش مختزنة في جسمه هيتحرك بيها. ركزي، السؤال بيقول لك ايه دلوقتي؟ في جسم بيتحرك يا روي، تمام؟ فالطاقة اللي بيمتلكها اسمها ايه؟ طاقة حركة. بس كده، طاقة حركة. الطاقة اللي عند جسم بيتحرك هي طاقة الحركة. السؤال اللي بعده. يلا يا مريم. نعم يا مس. اوكي دلوقتي مديك اوكي أداة، هتقولي لي هنا الطاقة المستخدمة وهنا الطاقة الناتجة. يلا اعملي فرن تمام. فرن الغاز طاقة كيميائية لطاقة حرارية. برافو عليك، من طاقة كيميائية لطاقة حرارية. اللي بعده. يلا البطاريات يا عبد الرحمن. بطاريات. ماشي. الطاقة المستخدمة طاقة كيميائية، تمام، طاقة وهتتحول كيميائية لطاقة. هتتحول لطاقة طاقة حاجة طاقة كهربية. برافو برافو. يبقى في البطاريات هتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. يلا اللي بعده. معاك دلوقتي أشكال سؤال. يلا ليك يا يوسف. أدرس الأشكال التلاتة في الشكل المقابل. هو قصده إيه بقى الشكل المقابل؟ اللي هو الكور ده، بص كده الكور دي الفكرة هنا عندك في الارتفاع. فمين من دول، الكرة ألف ولا ب ولا ج، ليها طاقة وضع أكبر؟ أجيب ج. برافو. ليه؟ عشان كل ما الارتفاع بيزيد كل ما طاقة الوضع تزيد. طيب السؤال أيوة. كمله يا يوسف، بيقول لك أي الكرات ليها طاقة وضع أقل؟ حلو حلو. ألف. برافو. برافو، يبقى جيم هي أكتر طاقة وضع، ألف أقل طاقة وضع. اللي متحكم هنا في الموضوع ده هو الارتفاع. يلا رقم 2.
يلا محمد. نعم يا مس. صور مجنبي واسألك يقول لك في أي من الصور التالية تكون طاقة الحركة أكبر من طاقة الوضع؟ يعني انت كنت لحظة يا مس ماشي قولي كده تاني. تاني بيقولك في الصور التالية دي مين اللي فيهم طاقة الحركة بتبقى أكبر من طاقة الوضع؟ باقي باقي لأن هو باين إن هو متحرك جامد جدا. برافو. رقم 3 يلا اللي بعده. اي ماشي لحظة. يلا مين بعد جي محمد؟ مين بعد محمد؟ يلا يا احمد. احمد. ما نوع طاقة الوضع المحتاجة في كل حالة من حالات الأرضية؟ هتقول الكرة اللي دي طاقة الوضع بيعتبرها طاقة وضع المرونة. برافو. رقم ب بيها تكون طاقة وضع كيميائية. البطاريات طاقة وضع كيميائية. جيم طاقة وضع المرونة. تمام طاقة وضع المرونة. يبقى هنا وضع الجاذبية، هنا طاقة وضع، هنا طاقة وضع المرونة. برافو. يلا اللي بعده. يلا روية. كميس كميس عندما تتحرك العربة من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية تتحول الطاقة نقط إلى طاقة. ها من واحد أول طاقة تكون طاقة جاذبية. أول طاقة تكون طاقة جاذبية. لا هو مش بيسألك وهو واقف عند ألف يا عند واحد يا ما يا راوية، هو بيسألك لما يجي يتحرك من هنا من واحد ويروح ناحية اتنين، يعني هو طالع ولا نازل؟ لا نازل شوية، فلما الجسم ينزل شوية كده ايه اللي هيحصل؟ الطاقة تتحول من ايه لإيه؟ طاقة حركية. طب ده هتتحول ليه ولا انت بتقولي مين؟ هو في كلمتين قولي لي على بعضها الجملة، فكري وقولي. طاقة فوضى وطاقة حركة. الترتيب يعني هي هتتحول طاقة الوضع لطاقة الحركة. صح. رقم ب. يلا يا مريم. نعم يا مس. عندما تتحرك العربة من النقطة 2 إلى النقطة 3 تتحول طاقة حركة إلى طاقة وضع. رقم 3 تتحول طاقة الحركة لطاقة وضع. برافو. جيم عبد الرحمن يا مس أنا صح؟ أيوة. ماشي. تكون طاقة وضع العرب أكبر من عند نقطة 3 وأقل ما يكون عند نقطة 1. أكبر طاقة الوضع يكون أكبر ما يمكن عند النقطة إيه؟ 1 صح؟ 3 3. طيب وأقل ما يمكن 1 واحد يا مس. لا فكر. تبقى اتنين يا مس. واحد يبقى اتنين. هو اتنين المفروض اتنين. نعم. اتنين يا مس. يلا اختار.
يلا اللي بعد دوره. يلا يوسف. تعتبر الطاقة الكيميائية المخزنة في البطاريات صورة من صور؟ ها؟ مفروض طاقة كيميائية. أي ما هو الطاقة الكيميائية، هو بيقول لك دي صورة من صور طاقة إيه؟ طاقة حرارية. لا يا بابا، الطاقة الكيميائية اللي في البطارية دي من أمثلة طاقة إيه؟ ثانية. طاقة وضع. طاقة وضع. طاقة ضوئية. طاقة الوضع. صح، لأن احنا اتفقنا إن طاقة الوضع ليها 3 صور، طاقة كيميائية وطاقة وضع المرونة وطاقة وضع الجاذبية، 3. يلا رقم 2 يا محمد. نعم يا مس. حلو، رقم 2. الطاقة التي تكتبها كرة عندما تكتبها من أعلى هي طاقة طاقة حركية. حركة. برافو. 3. يلا يا أحمد. أي من الأمثلة الآتية يعتبر مثالا لتحويل طاقة الحركة إلى طاقة وضع؟ صوت قطار الملاهي إلى أعلى الثلج، هي صعود قطار الملاهي إلى أعلى الثلج. رقم 4. يلا يا روي. أوكي مسكة. أي مما يلي يمكن تخزين الطاقة؟ بطارية. بطارية. برافو عليك، البطارية. يلا وصل. طاقة الحركة تبقى، الطاقة الحركة هتبقى الطاقة المكتسبة أثناء حركة الجسم. تمام، برافو. رقم 2. خمس. طاقة الوضع، الطاقة المختلفة في الجسم. طاقة الوضع، تمام. طاقة المختلفة في الجسم. برافو، كمل. يلا اللي بعد. الطاقة الصوتية، الطاقة الناتجة عند تغيير راديو كاسيت. راديو ايه؟ كاسيت. كاسيت كاسيت كاس كاسيت كاسيت راديو ايه؟ راديو غلط. كاسيت كاس كاس كاسيت كاسيت انا ما اعرفهاش. ليه؟ عارف راديو بس. عارف ايه؟ وهذا هو عارف راديو بس، مش عارف كلمة. هو انت فاهم السؤال يا عبد الرحمن؟ نعم يا ميس. فاني سؤال. قلت لي يا ميس جاوب تاني. لا، ما قلتكش جاوب تاني. بعد عبد الرحمن قلت يلا يوسف. ماشي. بعد طاقة الوضع. طاقة الوضع. أنا قلت طاقة الوضع أصلا يا يوسف. أنا قلت طاقة الوضع. أنا أقول أنا طاقة الصوتية. لما بتصفي الصوتية أنا أقول بعد الوقت، صح؟ برافو.
كم ممكن طاقة حرارية يا يوسف؟ نعم يا مس، أنا قلت دلوقتي طاقة صوتية يا مس. أيوة قلتلك صح، طاقة صوتية. الطاقة الناتجة عند تأثير راديو كاسايت، مش عارف الطاقة الناتجة عند تشغيل الراديو يعني. ده فين؟ ده تصحيح سؤال ايه؟ رقم ثلاثة عشان عبد الرحمن قال اتنين بس. لا برضه صحت الراديو ما ينفعش. ليه عند الطاقة الناتجة عند تشغيل الراديو طاقة مختلفة؟ ما الراديو ده بيطلع صوت، ما الراديو ده بيطلع صوت. يا يوسف، هو انت جايب منين الراديو هنا في السؤال؟ معلش عشان انت مصمم تقول راديو. يا مس رقم واحد يا مس فوق اهو. علم لها على هو انت باين عندي حاجة في السكرين مش عندك. لا اله الا الله، لما بتصفق بايدك بتحاول طاقة الحركة. حليناها. لا انا في السؤال ده يا مس. اي سؤال ده؟ احنا في سؤال صح وغلط؟ اه يا حبيبي اخر واحد. طيب خلاص ما كان مش مركز معانا خالص. يفقد قطار الملاهي السريع طاقته ووضع عند صعوده للأعلى يفقد قطار الملاهي السريع طاقته ووضع عند صعوده للأعلى. يفقد قطار الملاهي السريع. غلط. تمام غلط، لان المفروض وانا طالع اللي بيحصل طاقة الوضع. ميسي احنا اصلا محلنا صح وغلط يا ميسي، محلناهوش. محلناهوش؟ محلناش رقم واحد. محلناهاش يا ميسي. على فكرة كان آخر حاجة يوسف كان بيقولها الطاقة الناتجة، وكان بيقول صح الطاقة الناتجة كانت آخر حاجة كان بيقولها. طب ما احنا خلصناها يا جماعة. أيوة خلصناها، يعني لازم نروح صف وخلص مش في آخر واحدة يا ميسي. ميسي احنا اللي هو يوسف كان بيقول دي وكانت آخر واحدة، ميسي. كان رقم احنا ده واحد. قلنا إن طاقة الحركة هي أثناء حركة الجسم، وإن طاقة الوضع مختزنة، والطاقة الصوتية بتاع الراديو، ودول خلصوا. لأ هو يوسف بيحلف رقم ثلاثة. ماشي. محلناش صح وغلط يا مس. طيب. أيوه. خلاص ماشي خلاص. تعالوا نبدأ من تحت لفوق، إحنا ابتدينا بآخر واحد، تعالوا رقم. حصتنا أساسا خلصت. ممكن اديكم الجزء ده واجب تحلوه، والنهارده في تقييم، مفيش واجبات صحيح، متنسوش التقييم اللي على المنصة.